عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة مؤثرة جدا جدا جدا. يخبرني زميل لي أخصائي اجتماعي عن أسرة كانت سعيدة متماسكة مكونة من أب وأم ولد وبنت. الأب تعرف على صحبة سوء وبدأ يعلمونه الخراب والمعاصي والذنوب، دخل في عالم المخدرات وبدأ يحتاج إلى المال، بدأ يبيع من أثاث البيت، تخاصم مع الزوجة، ويوم من الأيام صارت مشكلة بينه وبين الزوجة مع المخدرات، ومن شدة الغضب ذهب إلى المطبخ وأخذ سكين وطعن في الزوجة، طعن فيها حتى ماتت. ماتت هذه الزوجة وقبض على الزوج وأدخل السجن. الأبناء الولد والبنت أحيلوا إلى دار الأيتام. دخل الابن مع دار الفتيان ودخلت البنت مع دار الفتيات. يا الله، أسرة كاملة تشتتت وتفرقت بسبب المخدرات. وبابي تخيلوا بالله عليكم، 10 ملعونين في شيء واحد، ملعون اللي يسويه، ملعون اللي يوصله، ملعون اللي يحمله، ملعون المحمولة إليه، ملعون اللي يشتريه، ملعون اللي يبيعه، ملعون اللي يشربه. وش الشيء ذا؟ إنها الخمر، أم الخبائث، مفتاح كل شر. والمخدرات كلها تدخل في الخمر. الخمر هو ما خامر العقل وغطاه، المخدرات كلها تدخل في هذا. تخيل، كل هؤلاء ملعونين، حتى اللي يوصل الوسيط ملعون. يا الله، ليش؟ لأن أم الخبائث مفتاح كل شر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم